صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 78 لسنه 2024 بتعيين مدير عام لحمايه الحياه الفطريه بالجهاز التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئه وذلك بناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه. يعين الدكتور خالد احمد محمد حسن مديرا عاما لحمايه الحياه الفطريه بالجهاز التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئه بدرجه وكيل وزاره